علاء بيلعب الاماميه لشريف البيلي، مباراه مفتوحه جدا، مساحات في منتصف ملعب الاسمنت، وشريف الله 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 على التصويبه، الله 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 اسمنت اسي حماده يوسف، شريف البيلي، شريف بيعدي، شريف البيلي تقدم بيحاول انه يسدد، شريف جناحت شويه، جناحت طلب المعاونه، جات بالمعاونه، خالد حمزه بيوقف الحائط من المقاولين العرب، وعرضيه احمد فرغلي اللي كان بعيده شويه يصلح كريم، شريف البيلي يقطع، منطلق شريف البيلي اللي بيلعب على الدايره كده، دايره نص الملعب في فريق المقاولين العرب، محمد فهيم في انطلاق الثاني، اجرى نادي المقاولين العرب اول تغيير وهو تغيير اضطراري بنزول المدافع المعتصم بالله بدلا من خالد نبيل اللي اصيب في نهايه الشوط الاول. الف سلامه على خالد نبيل ونتمنى له الرجوع سريعا الى الملاعب. هجمه لنادي المقاولون، جمال عبد الله، الملعب المصري يدي لمين؟ عبد الله يدي عمرو بسيوني، احمد حافظ، شريف البيلي يقطع، ياخد محمد مصلحي للبيلي، هجمه مرتده المقاولين من واحد والتاني، لكن برافو برافو كريم ذكري، وفي فاول، فاول لمحمد فهيم، وادي اعاده مره تانية، شريف البيلي اعتمد على نفسه، عدى من اكتر من لاعب، لكن الكتره تغلب الشجاعه، شريف على طول فاول في مكان مش مطول للمقاولين، هنشوف هينفذوها ازاي، شريف البيلي ومحمد علي على التنفيذ، وحائط بشري من المصري، البيلي بعيده، وسمير صبري عايزين عمل عصفور فقي، وتاني كده محاوله من لعيبه نادي انبي وبيحاولوا يهدوا المباراه، وحاول سمير صبري يحاول يعدي، لكن توصل لشريف البيلي، يشوف البيلي يعدي من الاول والثاني وحلو. يلعب الحصري الكوره، لعب الكوره على طول لايمن زين، ماشي ايمن زين، ماشي ايمن زين، وايه صفاره، وفي انذار، انذار تاني، هنشوف رقم 27 شريف البيلي يرجع تاني، شريف البيلي ماشي، شريف البيلي وضاغط عليه احمد خيري، لكن ماشي من ناحيه اليمين، ايمن زين ماشي، ايمن زين لكن تخبط وتطلع، قدم من نصيب محمد علي الزميل الايسر البهنسي، صف السكه كده، شريف البيلي ياخد شريف، لو بص على شماله لف حوالين نفسه شريف، حط نفسه مكان صعب، مقفول على الحصري، يستلم في وضع ثبات، ايضا سياده اللواء يحيى اللي قال كسر عام النادي، وادي احمد عيد عبد الملك، حط البينيه حلوه والله كويس، الهير ده كمل، انما اتقطعت السكه، الهجمه المرتده الكونتر اتاك للمقاولين العرب، شوف الهجمه كده تمشي ازاي، يقدر يفوت من هنا، يكمل، ينطلق، يخترق، حطها ناحيه اليمين، امير صلاح زك، شريف البيلي، صفاره ركله حره مباشره، مكان مناسب بعض الشيء للتسديد، عايز واحد بقى مصوت قوي عنده دقه كده في التسديدات، من هذا المكان يقدر يلف بالقدم اليمنى في الزاويه البعيده لكاميني، ده كلامنا احنا بقى من بره الملعب زي ما بيقولوا كده، اللي على البره عوام، لما التنفيذ عمرو الدالي وتماس الحرس، راجع رقم 27 شريف البيلي، لقاء الدور الاول اللي انتهى فوز الحرس بهدفين، الهدف الثاني كان من نصيب محمد حليب الغائب النهارده، احمد عيد عبد الملك واحد ضد واحد، يقدر يفوت من هنا، يقدر يفوت مع رامي حنفي، احمد عيد يفوز، يلعب بقى البينيه على ملها عرضيه قصيره، تامر عادل، امير صلاح، محمد فهيم على قمه الهدفين بنفس الرصيد، هدافي حرس الحدود، التسديده مسافه بعيده سهله، يمسك على طول، يمسك على طول، كاميني مارتيني حطها على الارض، توصل كورته على دائره المنتصف بالتمام والكمال، ضربه الراس شريف البيلي، التكل محمد جمال بضربه راس شريف البيلي، رامي حنفي وركله حره مباشره للمقاولين، ترجع تاني ناحيه اليمين، امير صلاح وياخد فاول، شوف مين اللي وقع، ايمن زين اعتقد اللي وقع على الارض ده، فاول على سيد معوض رقم 27 شريف البيلي، هو اللي كان خد الفاول اللي فات، هنشوف الفاول من حته حلوه قوي، ادي قدامنا اهو شريف البيلي، منطقه سيوط انتهى الشوط الاول 0-0، دي نتائج الست مباريات في الشوط الاول،
اللي بتتلعب في نفس توقيت لقاء اليوم، لقاء المصري والمقاولين اللي امام حضراتكم. البيه يلعب ثرو جميل لامير صلاح في منتهى الخطوره، وايمانويل صاحي. الخطوره للمقاولين العرب تاتي عن طريق هذا اللاعب. ابحث عن امير صلاح زكي تجد خطوره المقاولين العرب، واحده في الشوط الاول وادي واحده كمان بنشوف الاعاده بتاعتها في الشوط الثاني، وامير صلاح يطلق. محمد جمال مصالحي ناحيه اليمين، امير صلاح بيفوت للبالي، خطيره البالي، لعيب كويس البالي، ودخل ال 18. شوطه قويه من البالي، ما ملتش في وش رجله البالي، تروح بعيده على يمين حارس مرمى طلائع الجيش، وتبقى ضربه مرمى لطلائع الجيش. يمكن اهو اول كره يوصل بيها نادي المقاولين العرب ليه وائل خليفه حارس مرمى طلائع الجيش. احمد ابو مصطفى متقدم في وسط ملعبه، لسه ما حدش قابله، هيلعب لمين؟ فاتح له جمعه ناحيه اليمين، اتفضل يسند لانور مسعود. احمد عيد والهجمه المرتده، كورته حلوه قوي، كنترول عالي. احمد عيد، ادي احمد عيد قطعها البيلي المره دي. ما زالت النتيجه بيضاء بلون كتير في نادي الزمالك. ادي حازم امام، لسه حازم، لكن محتاج دايما النجم لما يبقى بعيد عن مستواه لازم له التوفيق باذن الله ليكون خير، يعني خير خلف لخير سلف كده بعد جمال الغندور وجه احمد في 2002. نتمنى لعصام عبد الفتاح يحمل لواء الكره المصريه والتحكيم العربي كله في هذا الموسم. تامر من نادي بتروجيت للمقاولين العرب، وكان من ناشئين النادي الاهلي. مره ثانيه كره في وسط الملعب، عبد الستار، مره ثانيه انور مسعود. ماشي انور يلعب مع عبد الستار، هيشوط ولا امل الزحلقه بقوه مع عبد الستار. عبد الستار طبعا لعيب كبير وكان نجم منتخب مصر. ابراهيم سعيد ومعاه شريف البيلي رقم 27 لاعب المقاولين العرب الموسم الاول ليه. مقابل امير صلاح يغيب للاصابه، طلعت محرم للايقاف بالنسبه لنادي المقاولين. عليه عليه بيرجع على طول في نص الملعب مره ثانيه. محمد فهيم ما وصلتهمش الكرات يعملوا منها خطوره، بقى لهم فتره بعاد عن المشهد داخل منطقه 18. ادي الاستلام، لم تبقى من التدريب المنتخب الاولمبي، وسبق له انه درب نادي الزمالك وفاز معاه بالدوري وفاز معاه ببطوله العرب، وادي انطلاقه اولى البدلاء. هنشوف هل يستفيد منهما محمد رضوان في الشوط الثاني. محاوله حلوه وخطيره وترقيصه وعرضيه، احلى هجمه. بيستعد للتسديد، هنشوف. رافع ايده وهو بيسدد على المرمى على طول وجو. ادي سلامه المرسي، استلام من المرسي لكن مقطوع، يقطع البيالي، شريف البيالي، انطلاقه من شريف، وادي على طول يشترك معاه لكن في سوء تفاهم بينه وبين احمد عمران. لمسه جميله، وهنا بقى اشتراك بقوه والبدايه من محمد السادات، خلص كورته السادات، عنده المهاره بقول لحضراتكم. هنا بقى البيالي عايز تاني في نص الملعب، اسامه عز الدين، الهجمه المرتده شريف البيلي، المقاولين ينطلق. والله كده تغييراتك يا كابتن رضوان اصفرت بالفعل. ايمن زين يعني عمرو زكي هنقول فرق برضه مع الفرقه، لعيب كويس وكان عامل شغل وعامل مشاكل لمدافعين الخصوم. حلوه من شريف البيلي، وادي تسديده تامر عادل يدخل بيها في القلب لشريف البيلي. شريف البيلي وجنبه الحصري، هيعتمد على نفسه ولا يباصي؟ ادى للحصري عرض. والهجمه عبد الستار محروس، ينقض عليه في الوقت المناسب شريف البيلي ويطلع بره رامي التماس. رامي التماس للالومنيوم تتلعب على طول، بيضيعوش وقت طبعا، لكن في والله لاعب مصاب من فريق المقاولين والحكم بالفعل. عمل جيم كبير ايهاب المصري، مفيش كلام، عمل جيم كبير ايهاب. الاربع لعيبه دول اثنين لعيبه، مين بقى؟ عاشور الشقي واسامه حسن، وفيهم عمرو زكي. ده تفكير الكابتن طه بشري، هنشوف.